مش عارف انا اقبل ولا اقبل. انت اقبل لو اقتنع. واقتنع فعلا فريد الديب ووافق انه هيترافع ويقدم مذكره النقد عن محمد عادل. فريد الديب اللي كان اعلن اعتزاله بعد اصابته بالسرطان رجع يثير الجدل بالقضايا الكبيره او القضايا اللي دايما بيكون فيها جدل او قضيه راي عام، زي قبل كده القواضي اللي مسكها بتاعه الاثار والجاسوس وحسني مبارك وناس كتيره. اول لقاء ما بين محمد عادل وبين فريد الديب قال له ايه؟ حكايه الباسورد بتاع اللابتوب اللي اداه لفريد الديب وقال له هتلاقي بلاوي على اللابتوب افتحوه، وكمان رسالته لوالدته. ووالده محمد عادل قالت ايه عن اجر فريد الديب اللي هيتخطى ال 10 مليون جنيه؟ الناس اللي بدها عايزه تدخل الفيديو وتقول انت متعاطفه، انا مش متعاطف ولا في بني ادم عنده قلب هيتعاطف مع انسان اعطى بنت 14 طعنه بدون اي وجه حق. والناس اللي بتقول انها كانت مراته او متجوزه في السر، اولا تقرير الطب الشرعي ما شاء الله اثبت ان البنت بكر. الناس كمان قالت ان هو متجوزها في السر وان الحاجات اللي على اللابتوب هي اللي هتثبت كل حاجه. كمان المحامي بتاع محمد عادل قال في علاقه عاطفيه ما بين محمد عادل وما بين نيرة. طب حتى لو في علاقة، هو لو واحد بيتخانق مع زوجته من حقه يذبحها ويقتلها حتى مهما كانت فيها ايه؟ ناس بتتكلم ان دي اسرع قضية في التاريخ. تحريات المباحث اكدت ان في علاقة عاطفية بين المجني عليها ده اللي المحامي قاله، ان في اثباتات بتؤكد ان في علاقه عاطفيه ما بينهم، وان بالتليفون محمد عادل لم يتم تفريغه حتى الان وموجود في النيابه. طب ليه اتمسح من عليه صور؟ مهما كانت الصور اساسا فيها ايه؟ هو في اعتقاده يعني محمد عادل، وده اللي نوه بيه وصرح بيه وقال انها كانت بتدعم المثليين لانها عامله كذا لايك او معجبه بكذا صفحه ليهم، فان هو كان دافع عن حاجه زي كده، وانها كانت بتترصد ليه لانه عرف معلومات معينه عنها، عشان كده كان شايل السلاح علشان يدافع عن نفسه. برضو عايزه نتكلم بوضوح، يا ترى ده مبرر؟ ايه الرساله اللي محمد عادل وجهها لوالدته؟ ووالدته قالت له ايه؟ يعني والدة محمد عادل بعد ما سمعت الحكم قالت انا راضية بقضاء الله، وهو نفسه انهار وقال يعني انا النهاردة هموت. فالمحامي رد عليه وقال له لا يا محمد لسه في نقد، وبعد كده انهار وصرخ وفضل يبكي كتير وقال انا ندمان، مش تتسرعوا اعرفوا الحقيقة. وحتى ان والدته كمان قالت مهما كان العقاب وحتى لو ابني تنفذ فيه حكم الاعدام برضو مش هسيب حقه، وعند الله تجتمع الخصوم، عند الله تجتمع الخصوم. ده كان اول رد من والدة محمد عادل. شقيقة محمد عادل شكرت فريد الديب وقالت له انا بشكرك جدا جدا لانك هتسعى ان انت تظهر الحقيقة اللي مختفية عن ناس كتير. ومحمد عادل بعت الباسورد بتاع اللابتوب بتاعه لانه عليه بلاوي. هو قال هيكون عليه ايه يا محمد؟ ده اللي هنعرفه. خلينا الاول نسمع والدة محمد عادل قالت ايه، او ايه الرسالة اللي بعتتها لابنها بعد ما اتحكم عليه النهاردة وتم التصديق على الحكم بالاعدام. ده كان كلام والدته، امسك المصحف يا محمد يا ابني واقرا فيه طول الشهرين اللي باقيين. طبعا فتره ان هم يقدموا من كل قيادات البلد ان هم الحمد لله ربنا رجع ليهم حق بنتهم اللي طبعا ماتت بطريقه بشعه وكلنا عزت علينا وصعبت علينا. مش هنقول ابدا ان احنا متعاطفين مع محمد، بس يمكن متعاطفين مع والدته زي ما متعاطفين مع اهل نيره. والدته ست ربتهم لوحدها لان زوجها توفى ومحمد في ثالثه ابتدائي، فبالتالي يعني هي شالت مرار كتير. عنده اخت طبيبه وعنده اخت في كليه تجاره.
محمد البلد كلها شهدت ان هو كان راجل ملتزم ومتفوق ويعرف ربنا، واتظلم وتم استنزافه، خصوصا ان اتبعت ليه ناس كتيره جدا جدا علشان يحاولوا يلبسوه قميص نوم ويصوروه. وان هو نفسه محمد عادل النهارده في الجلسه قال البنت دي ضحكت عليا كتير قوي، واللي عملته فيا مفيش بني ادم يستحمله. وقال عارفين حاجه عن قهر الرجال، انا تعرضت لقهر الرجال من البنت دي. ده طبعا كان بعض الكلمات اللي كان الناس اللي موجودة جنب القفص مباشرة ومنهم